أتيت من القاهرة، أتيت المدينة، بغني فولكلور مصري. الست عندنا في مصر من آلاف السنين بتطبل وبتغني، وده موجود وبيشهد عليه جدران المعابد بتاعتنا. فدي مش حاجة جديدة علينا إن الست تمسك طبلة أو دف وتغني وتشارك فرق موسيقية كبيرة. بالعكس، كمان أنا أول مايسترو يقود فرقة متكاملة، وأنا المفروض ست. فدي حاجة مش جديدة علينا، دي موجودة من آلاف السنين، بس هي وقفت بس كذا عقد من السنين ورجعت تاني أهي، يعني رجعنا الحق لأصحابه. خير عليكم، أنا سوا محمد علي، مؤسسة فرقة طبلة الست. أنا من 7 سنين قررت أتعلم طبلة مع أستاذ سعيد الأرتيس، وبعدين رحت أتعلم غنى في أكاديمية الفنون وفرقة الورشة وفي أماكن كتيرة. من خلال الأماكن اللي كنت بروح أدرس فيها كان في بنات بقابلها بالفرق، فحبيت أعمل فرقة مكونة من الستات بتطبل وبتغني، وبدأت أقول للبنات اللي كنت بقابلها في الكورسات على الفكرة بتاعتي ورحبوا بيها قوي وبدأوا يشاركوا معي. احنا عدد الفرقة حاليا 10 بنات و4 رجالة. انا اسمي نيرة عبد العزيز، انا عندي 24 سنة، انا بغني من انا عندي 24 سنة، بغني عندي 14 سنة تقريبا، 10 سنين او حاجة كده. كنت درست في الاوبرا شوية، في طبلة الست بقى اتعلمت بقى حاجة ما كنتش متخيلة ان انا ممكن اتعلمها خالص، هو الايقاع او يعني الدف والحاجات دي، وتعلمت ازاي الغنى مختلف، مش كل الحاجات رتم معين، في حاجات فيها باور، في حاجات فيها اداء تمثيلي يعني. فابتديت افهم استاذ سوا مع الوقت، خصوصا كمان ان انا ممثله مسرح، فالموضوع كان يعني قريب من اللي انا بعرف اعمله. مساء الخير، اسمي ايمي نبيل، انضميت للفرقه بقالي سنه. انا اصلا بغني من زمان قوي، ومامتي مطربه فهي اوريدي كانت بتدربني على حاجات كتير، بس ما كنتش مينلي بتمرن مع حد مدرب صوت او كده. ولما دخلت الفرقه بدات نتمرن اكتر، لانه يعني سوها مؤسسه الفرقه جايبه لنا حد بيمرننا في البروفات وبيعلمنا ازاي نغني صح ونظبط الدنيا وكده، فبالتالي بنطور اكتر من نفسنا. ولكن الحمد لله انا داخله عندي الموهبه وبعرف يعني اغني كويس. العرض بتاعنا يشبه بالمولد أو الكارنفال، الاحتفال، مهرجان، لأن إحنا بنقدم فيه أغاني من كل محافظة في مصر، بنقدم فيه أغاني تراثية، بنقدم فيه يعني مثلاً ممكن نعمل سبوع ونوزع سبوع على الناس، أو ممكن نعمل زفة الست ونوزع سافونير صغير، هدية صغيرة، ساندويتش أو حاجة ملفوفة بعلبة، وكأني إحنا في فرح وهم المعازيم. فبنعمل حاجات يعني بتضحك طول الوقت، لو مثلا في العيد بنوزع بلالين على الناس، عيد الحب بنوزع ورد على الناس، فإحنا بنعمل زي مهرجان أو مهرجان مصري يعني أصيل، زي المولد، زي الكارنفال، حاجة كده جميلة. أنا طول الوقت بدور على أغاني جديدة، وطول الوقت بعمل بحث على تراث مصري أصيل وفولكلور مصري، والحمد لله مصر عندها كم هائل
من التراث المصري ومن الفولكلور المصري، وهو ده الميراث بتاعي كفنانة مصرية أنا ورثته من أجداد. حلاوة حلاوة دي بلدي ونكاوة نكاوة. الجمهور كان مرحب بطبلة الست منذ أول حفلة، فأول حفلة الناس كانت مبهورة بينا قوي، فالجمهور ستات ورجالة كان بيشجعنا من البداية. أي حاجة أصلا فيها إيقاع، إحنا هنا في مصر بنحب الحاجات اللي فيها طبلة وبنحب الحاجات اللي فيها إيقاع. طبعا اللي بيجي لنا بيكون حافظ الأغاني، لأنه أوريدي هي فكرة فرقة طبلة الست إن هي فرقة فلكلورية وبتقدم يعني كل المحتوى بتاعها فلكلوري، فطبيعي أي حد هيجي هيبقى حافظ كويس أغاني فلكلورية. وفي طبعا بعض الأغاني سواء هي اللي تبقى كاتباها وبتتغنى اول كام مره في الحفلات ما بتتحفظش قوي، بس لما بتنزل على البيج عندنا ولما بتتعمل كذا مره في كذا حفله الجمهور بيبتدي يحفظها وبيتفاعل معانا. طبعا ده بيبقى احسن حاجه وبيحمسنا اكتر ان احنا نكمل ونعمل اغاني جديده. انا معوده البنات ان احنا اثناء الحفله وطول الحفله يبقى في بينا نظرات، نبص لبعض ونحس ببعض وعنينا دايما على بعض، علشان الفن ده هو يعني جزء بيشارك كل، مش عمل فردي، ده عمل جماعي، فلازم طول الوقت تبقى عنينا على بعض. مفيش حاجة اسمها مرأة أشطر ولا رجل أشطر، في إنسان شاطر، يعني في رجالة كتير قوي شاطرين في الإيقاع، في ستات كتير قوي برضو شاطرين في الإيقاع، فكل واحد بيثبت نفسه وبيثبت شطارته بناء على مذاكرته بناء على إصراره، مش بناء على جنسه إن هو ست أو راجل. طول عمر المرأة المصرية هي بتعرف تعمل كل حاجة، لدرجة إنها حكمت مصر زي الملكة حتشبسوت وملكات تانيين كتيرة مصريين حكموا مصر. اللي مسؤولة عن قوانين الماعت هي الماعت المصرية دي، ست على رأسها ريشة، فهي اللي القوانين بتاعتها بتقول أنا لن أسرق أنا لم أقتل. فالست طبيبة ومدرسة ومهندسة وفنانة وحكمت مصر في النهاية، يعني في الأول وفي النهاية، فالست المصرية تقدر تعمل أي حاجة وكل حاجة، والست عموما كمان. قلت حبيب ملاها وعطشانة يا راح له أنا بحاول أنشر البهجة والسعادة والجمال والأصالة من خلال الأغاني اللي بقدمها الفولكلورية والتراثية. الموسيقى هي روحي، أنا بحبها قوي وأحب أسمعها وأحب أشتغل بيها وأحب إنها تبقى مهنتي، فالموسيقى دي أعظم حاجة في الدنيا حصلت.